السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی سورة الفیل مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.